الله، طب ما هي لازم تعمل كده، بته ولا مش بته؟ حوشي يا اختي، حوشي حوش ابنك اللي ما بيطلعش من حضنك، ما بتقدريش تفرقيه يا اختي. لا يا اختي بيطلع من حضن، بس لما بيطلع من حضني بيروح على حضن امي وبيتعاملوا احسن ما انا بعامله. وبعدين هو انا دايره ليه على كعب رجلي؟ مش عشان اصرف عليه، لكن تيجي واحده في الاخر ماليش بيها اي صله وتقولي هات ابنك وادفع لك فيه فلوس؟ لا يا اختي ما يجوز. وهي يعني رشا دي هتعذبها؟ دي هتجيب لها احسن اكل وهتلبسها احسن لبس وهتعملها احسن معامله. بنتي يا خوخ، يعني انت عايزه تحمالي وتتعبي وتولادي وترضعي وتيجي واحده في الاخر تقول لك هدفع لك فلوس واخد ابنك؟ ليه؟ ما خلاص بقى انت وهي، انتوا ايه عاملين عار المجلس عليا النهارده؟ اسكتوا شويه. عندك حق. ماما يا بنت يا خوخ، قولي لنا يا اختي بقى، كنت مختفيه فين اليومين اللي فاتوا؟ اسكتي يا اختي، اسكتي يا بنت على حصل لي. ستيتو قال لي بشتغل معاها، قالت لي تعالي يا بنت هتهربي معايا الماظ. الماظ يا بنت؟ الماظ؟ اه يا اختي. وبعدين؟ قلت لها ماشي، فاكره بقى ان انا هاخد شويه الماظ كده احطهم في عبي وخلاص قضيت. طلع ايه بقى يا اختي؟ طلع ان انا احط الالماظ ده في بطني. يعني ايه يا اختي جوه بطنك دي؟ جوه بطنك يعني ايه يا بنت؟ يعني هتبلعي الالماظ يعني تحطيه في بطنك؟ وعامله لي فيها بس انك فاهمه كل حاجه. لا، حط في بطني بس بطريقه معينه. يعني طريقة معينة؟ ولا كبرنا يا اختي وعرفنا الطريقة المعينة. كملي وبعدين. يا نهار اسود يا بنت، وعملتي كده؟ اه يا اختي. وبعدين عملت كده ورحت للراجل الكبير، قال ايه؟ قفلت معاه اسلمه البضاعة وهو واقف قدام. وسلمتيه ايه تاني يا مخبلة مع البضاعة؟ شخصي ده انا كنت هموت من الوجع، كانت مصاريني هتطلع مني. وبعدين ما عرفتش اطلعه ازاي، راح بعزم ما فيها بنت يا توحه مديني بالبوكس لغايه ما نزلت البضاعه مني. وبعدين ايه بقى؟ بعد ما نزلت البضاعه ضيفني يعني وكرمني الحياه وجاب لي كده معزه مشويه ولا محمره، مش فاهمه، كنت عيني هتطلع عليها. بس ايه، كنت هموت من الوجع، هموت، مصاريني كانت طالعه مني وبصرخ وحالتي كانت كرب. يا نهار اسود ومنيل، ده اللي بسمعه ده يشيب شعر الراس. وانت كمان يا غندوره يا حلوه، كنت فين يا اختي غطسانه اليومين اللي فاتوا؟ انا يعني كنت هكون غطسانه فين؟ بلف بالبضاعه الزباين. والنبي شكلك كدابه، كعب رجلك المقشف ناعم وشكلك حطيتي كريم، ووشك الحلو ده زواق احمر واخضر من امتى؟ جرايبت يا توح، هو انت هتبقي انت وامي عليا؟ ما بقولك بلف على الزباين. الله، والنبي شكل الحكايه فيها انا وفيها راجل كمان. المهم يا بت، قولي يا خوخ. بتي يا خوخ، انت سرحتي في ايه يا بت؟ ايه يا اختي سرحتي في ايه؟ كنت فين يا عين امك؟ سرحانه في رشا وفي منعم ابنك وفي ابني اللي كان نفسي اجيبه. ابنك ده ايه كمان؟ كنت هجيبيه منين يا بت بقى ابنك ده؟ من الشيخ حسن يا توح. يا دي الشيخ حسن، هو انت ما تعرفيش اراضيه فين يا بت دلوقتي؟ خلاص بقى يا توح، هتفرق ايه اراضيه؟ انا رحت في سكه وهو راح في سكه تانيه خالص. احسن، امال كنت عايزه تفضلي عايشه في الذل والفقر وقله الفلوس؟ قطع الرجاله عيشه تعصر العمر. مش بقولك الحكايه فيها انا وفيها راجل كمان؟ خليكي يا اختي انت وهي كده اهو، اقعدوا استهواكوا وحبوا لغايه ما تروحوا ورا الشمس. لازم تفهموا ان الراجل يعني فلوس وبس. يعني ايه اترفض؟ هاني انت بتهزر صح؟ ما ترد عليا، انت بتهزر؟ ده موضوع اهزر فيه. طيب يعني هم لقوا دليل عليك انك سربت الفيديو او صورته؟ لا. طيب على اساس ايه يرفضوك؟ على اساس ان الاهمال زي الخيانه. ماشي، كانوا ممكن ينقلوك يخصموا لك شهر شهرين، لكن رفض ليه؟ عارف انا اكتر حاجه خانقاني ايه وهتموتني؟ لا تشر عليك يا حبيبي، انهم نسيوا كل حاجه انا عملتها. نسيوا 6 سنين من غير غلطة. نسيوا إن أنا اتصبت كذا مرة عشان خاطر بحب شغلي وبحب البلد. وفي الآخر يرفضوني ومن غير دليل. هاني أنت مش هتيأس صح؟ هتفضل واقف على رجليك لحد ما تلاقي خيط يوصلك للي عمل كده. سألت كل المصادر اللي عندي، محدش يعرف حاجة عن الموضوع ده. طيب مش ممكن يكون حد من اللي أنت قبضت عليهم وعايز ينتقم منك؟
فكرت في الموضوع ده برضو، بس ازاي هيعرفوا ان انا كنت براقب الراجل ده بالذات اذا كان زملائي في الاداره ما كانوش يعرفوا؟ طب انت ناوي على ايه؟ مش انا اللي حنوي، ترى ابوكي هينوي على ايه لما يسمع الخبر ده؟ وبابا اصلا ماله باللي حصل؟ يعرف ولا ما يعرفش؟ انا ماليش علاقه. هاني انت حبيبي قبل ما تكون خطيبي، انا هفضل جنبك ومش هتخلى عندك، وحياتك عندي يا حبيبي ما كلام، انا هفضل معاك لحد ما نلاقي اللي عمل كده. هاني انا بحبك والله العظيم بحبك. ربنا يشفيك يا حبيبي يا رب ويزيح عنك، ربنا يشفيهولك يا حبيبتي ويخليهولك وتشوفيه عريس ويبقى سندك وظهرك في الدنيا يا رب. ربنا يخليك يا ست هاني. خدي يا حبيبتي خلي دول معاكي. ربنا يخليكي. السلام عليكم يا ابو الحاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامتك الف سلام. شكرين يا بنتي. تاخد مني الحاجه البسيطه دي؟ شكرين. ادعي لي والنبي يا ابو الحاج. حاضر. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. شاكرين يا بنت ربنا يكرمك. وانت يا حلوه انا جايالك. يا اختي ايه الضحكه العسل الحلوه دي؟ وشك منور ما شاء الله. والله ربنا هيشفيكي هتشوفي هتبقي زي الفل. خدي يا عسل. خدي يا رب. ربنا يخليكي، ربنا يشفيها لك يا رب. عايزه حاجه؟ يا رب والنبي تقبل مني يا رب، وسخرني ساعد الناس الغلابة والمحتاجين، يمكن أقدر أقلل عذابهم. يا رب أنت اللي عارف وعالم بالناس كلها يا رب. الشاي يا خالتي. تسلم إيدك يا روح خالتك. آه كنت هنس. بنتي يا أخوك على فكرة الأسبوع الجاي هتتجوزي. إيه؟ يو مالك يا بنت اتنقصتي كده؟ هو في واحده لما تسمع خبر جوازها تتنقز النقزه دي وتتخض كده؟ دول البنات يا اختي بيفرحوا ويموتوا من الفرحه كمان، ومش بعيد زغراته. لا خالص، بس يعني اتجوز ازاي؟ وبعدين العريس ده شافني فين؟ وانا مش هشوفه، مش هشوف يعجبني ولا ما يعجبنيش.